ان شاء الله بتضلوا مبسوطين وتفقعوا بالونات. يعني بالفعل متفقين. هلا الشباب عم يصرخوا والصبايا عمو رياض عال، اللي بيقول عمو لازم يقعد بحضن الثاني. تقبروني على كل حال نريب وزعتكم بوسات، انا بتامل اتلقى منكم البوسات. يلا لا مش من الخناشير، تقبروني مش من الخناشير. بالحقيقه على مد العين وعلى مد مقدره الكاميرا على التصوير، ساحه ياسين بالاشرفيه ممتلئه بالاحبه من كل لبنان. اهلا وسهلا فيكم، وعيد الموسيقى ان شاء الله بيصفي عيد يومي لكل لبنان. بتمنى على المسؤولين في شركة الكهرباء كل هالعيد وكل هالفرح وعشرات الالوف من الناس، الله يخليكم تحمسوا ضوونا ساحة ياسين. الله وهلا نتابع معكم احتفالنا الكبير بعيد الموسيقى بساحة ياسين بالاشرفية من تنظيم لجنة تجار الاشرفية، ونتوقف عند مطربة حبيتوها بشكل مميز. بلش الجد يا شباب. بدي اياكم بس تطلعوا بالاوركسترا. هلا الكمانجات والعود والاورج والايقاعات اذا كانوا مش مزبطين على بعضهم ما بتطلع نغمه حلوه. وهيك بالحب تقبروني بالزواج، اذا مش كل مزبط على بعضه ما بتزبط. اكيد كلكم مدوزنين مزبوط؟ تمام؟ اذا اليكم نوال الزغبي.
Thank you.
بعد حافظينها مع بعض. ليه كل ما
Thank you.